تعالوا بقى نروح لموضوع مهم جدا. احنا خلال الكام يوم اللي فاتوا شفنا كم من الأخبار وكم من التقارير والفيديوهات المصورة على مسألة العوامات النيلية. خلاص كلنا بقينا عارفين القصة من أولها لآخرها، من طقطق لسلام عليكم، بس لازم نفهم بالظبط ايه اللي بيحصل. طب لازم نفهم ليه؟ أولا حق المواطن انه يفهم، ده طبيعي. اتنين، علشان ما تلتبسش الأمور. تلاتة، علشان ما حدش يزغزغ في دماغك. لازم تبقى عارف انه رئيس الجمهورية وجه بعدم ظلم أي حد، ودي حاجة عدم الظلم، وإزالة العوامات النيلية السكنية لأنه فيها خطورة على أصحابها. العوامات دي ما كانش بتعمل لها صيانة لفترة طويلة جدا 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 جدا، أصبحت حالتها سيئة جدا، هتؤدي إلى خطر داهم داهم. طيب خلونا ناخد معانا على تليفون المهندس أيمن أنور، رئيس الإدارة المركزية لحماية نهر النيل. أهلا بيك يا باشمهندس. أهلا بيك أستاذ يوسف وقصة البرنامج والسادة المشاهدين. إزاي صح؟ عايزين نعرف إيه قصة الإزالة بتاعت العوامات النيلية ما بين قوسين السكنية، هي السكنية فقط يا فندم ولا عوامات أخرى كمان؟ هو باختصار يا فندم، هو الموضوع يعني في بدايته هو تطبيق لقانون لحاجة مخالفة. يعني عايز أنا بشكر حضرتك على المقدمة اللي حضرتك قلتها، لأن إحنا قدام مخالفة للقانون. المخالفة للقانون دايما مرتبطة بمصير وبحياة المواطن. دايما القانون محطوط للصالح العام ومحطوط للحفاظ على حياة المواطنين، مش محطوط قانون أعمى. فإحنا بنتعامل بالقانون عشان نحافظ على الصالح العام ونحافظ على المواطنين. اللجنة دي تحديدا بتاعت العمليات السكنية لجنة خاصة جدا برئاسة وزير العدل وعضوية مجموعة وزارات، وده أكبر دليل على حرص الدولة على ان يكون الامر في داخل الاطار القانوني السليم اللي يقبل الشك فيه. لان يعني طبعا وزاره العدل هي اعلى جهه في الدوله، يعني بتقر وبتراجع كل الاجراءات القانونيه. فتشكلت اللجنه ديت ان برئاسه وزير العدل عضويه كل الوزارات المعنيه، وزاره الري والزراعه والدفاع والداخليه والمحافظه، كل دول اعضاء بيقعدوا على ترابيزه واحده عشان يدرسوا ملف ملف لكل عائمه سكنيه. زي ما قلت حضرتك في المقدمه، العائمات السكنيه دي حاجه ليها فتره طويله، وزي العربيه 28 و27 الدوله اتخذت قرارات فيها انها لازم يحصل فيها عمليه احلال وتجديد، وما ينفعش تستمر بنفس الحاله بتاعتها. في بعض الصور اللي بعتها لحضرتك على للمعيد، اتمنى انها تكون بتتنشر واحنا بنتكلم، بتقول في بعض العمليات وصلت لغايه فين. انا عندي سؤال لحضرتك يعني جاوبني عليه حد من المشاهدين، لو حد من العمليات دي كان غرق جوانا كان هيبقى موقفنا ايه كدوله؟ سيء. مش هقول لحضرتك كوزاره ري ولا كوزاره مثلا نقل ولا كمؤسسه معينه من المؤسسات، احنا كدوله منظرنا كان هيبقى ايه لو سيبنا مكان واحد نايم صحي لانه ميت. يعني عائمه سكنيه حالتها مش مقننه. النقطه الاهم ان كل العائمات 32 عائمه السكنيه اللي بنتكلم عنهم اللي هم محل القصه كلها اللي حصلت ديت، كلهم كانوا بدون ترخيص من وزاره الري مجدد، اخر ترخيص مجدد 2011. النهارده ناس قاعده بدون ترخيص على النيل، مفيش اي ضوابط ليها، مفيش اي حاجه نقدر نقنن بها اوضاعهم. هم ما تقدموش بطلبات تجديد للتراخيص، بعضهم غير مرخص اساسا. النهارده لو حصلت كارثه، عايز حضرتك مره تشرفني ونمر في النيل اوري لك في بعض العائمات اللي غرقانه ومش عارفين نطلعها، لان تطلعها باثمان باهظه جدا ونفس صاحبها ما يقدرش عليه. واخد بال حضرتك؟ طيب انا هيبقى عندي هنا، معلش هستاذن في مقاطعه. اول سؤال، احنا بنشيلها علشان هي غير مرخصة من 2011 ولا علشان هي خطيرة او تسبب خطورة داهمة على الساكنين فيها؟ الاثنين يا فندم، لان انا لما بقول ترخيص مش بتكلم على ورقة، بتكلم على مراجعة ضوابط. فكرة التراخيص لازم تبقى العائمة مجدد ترخيصها، لازم تبقى ضوابط المرسى بتاع العائمة قائمة على فكرة الامن والسلامة، ازاي بيطلع وازاي بيدخل المرسى دوت. مش شيء ثانوي بالنسبه للعائمه، ده عامل زي الجراج بتاعه. كل الحاجات ديت امور. لما بقول عايز اطلع رخصه، مش الهدف بتاعها مو رخصه مباني. ايه هدف رخصه مباني؟ ان انا بطمن على سلامه المنشا الانشائي، بطمن على اساساته مظبوطه، بطمن الشخص اللي هيقعد جوه المنشا دوت
مش هيقع بيه. فهي فكره مش رخصه بورقه. ناس تقول لك يعني انا لو جددت ترخيصا هيحصل ايه؟ لا طبعا بنراجع كل حاجه في الترخيص. طيب السؤال الثاني يا فندم، هل تم اختار اذا كانوا السكان او الملاك اللي متوقفين عن استصدار تصاريح أو تراخيص جديدة من حوالي 11 سنة بضرورة تجديد التراخيص والتفتيش على هذه العائمات؟ طبعا يا فندم، احنا من أول ما بينتهي الترخيص، يعني من 2011 بعت إنذار الترخيص ده انتهى، ده اللي كان ملخص، أساس مش ملخصة أساسا، أنا بتكلم على أحسن الحالات 2011، في ناس في 2002، في ناس في 2003، في ناس في 2004، أنا بتكلم على أجد حالة 2011. ف 2011 ده لو افترضنا ان كلهم 2011 ده مش حقيقي، لكن على احسن الاحوال بتبعت انذار الاول وانذار ثاني، وبعدين بيلغى الترخيص اصلا من اساسه، بنقول له كده ما اصبحش ليك حق في الرسو اساسا. الفكره سيادتك ان الموضوع ده كان ليه ابعاد، والدوله قعدت تدرس فيه على مدار سنوات طويله، وخاب محطه في 2016 وخاب محطه في 2020، ان الدوله مش عايزه برضه تصدم الناس صدمه مفاجئه. وبعدين حضرتك الناس دي واقفه في ميه النيل، مش واقفه في حاجه ثانيه، في تلوث في نهر النيل. انا بعت صوره من الصور، فيديو من الفيديوهات، شوف حضرتك الصرف ماشي ازاي على النيل. شفتها دي الميه دي حضرتك انا وانت اللي بنشرب منها. انا حاطط الميه على بعد قد ايه؟ الغريب ان تصور الموضوع، على فكره في حاله واحده فقط هي الحاله الوحيده اللي بتنظر فيها الدوله بعين الاعتبار، ودي كل الجهات الدوله من راسها لغايتنا احنا كلنا معترفين بيها، وبينظر في امرها حاليا من اعلى السلطات في الدوله. اي حاله فيهم؟ اي حاله فيهم؟ الحاله الوحيده اللي ذكرت امبارح، اللي هي انهي واحده؟ اللي هي الاخت اللي عندها 87 سنه، السيده الفاضله، يعني كبيره الفاضله، وكلنا حريصين ان احنا النهارده زلنا 10 عائمات فاضلين، بكره 4، حريصين لغايه كل التوجيهات بتاعت الدوله بتقول هننتظر لغايه ما نطمئن على سلامه الشخص دوت، لان ده فعلا محل تقدير واحترام الجميع، وكلنا بننادي بهذا الصوت. طيب. لكن النهارده النيل ده اللي عايز اوضحه من خلال برنامج حضرتك، النيل ليس مكان للسكن. النيل مكان لمشروعات قوميه. النيل مكان لمشروعات للتنميه والتطوير زي ما قال فخامه الرئيس امبارح في الكلام احنا بتاعه. احنا مش مختلفين على ده باشمهندس ايمن، هي المساله في انه احنا عارفين ان في قانون لحمايه نهر النيل، وده كان صادر بموجب مرسوم من رئاسه الجمهوريه من عند الرئيس مباشره، ووجه بده اكتر من مره، والوزاره عند حضراتكم انا عارف انها اشتغلت على ده بقوه، لكن انا سؤالي هو هل احنا بنشيل العائمات دي؟ يعني لو افترض جدلا انه الناس دي بتجدد كل سنة، اذا كان التجديد سنوي، هل كنا هنشيلها عشان بنحمي النيل برضو؟ لا طبعا يعني لو كانوا بيجددوا، كانوا بيجددوا طبعا. في حالات عندنا على فكرة غير سكنية وفي نفس المنطقة، وهنتعامل معاها وبرضو هتتشال. طيب اذا احنا هنا وصلنا لنقطة مهمة جدا، احنا مش بنش يعني، عشان حضرتك قلت لي النيل ليس مكانا للسكن، ما هو اذا كانوا بيجددوا يبقى انا بقول النيل مكان للسكن، ولا ايه؟ هم يا فندم ما جددوش، في ناس ما رخصتش. انا فاهم انا بقصد يا فندم احنا امام مخالفه صريحه للقانون. تاني يا فندم، القانون على عيني وعلى راسي يا باشمهندس. تاني معلش، انا سؤالي واتمنى تبقى الاجابه كما جرت العاده من حضرتك واضحه جدا جليه، ايه هي؟ حضرتك قلت جملة، النيل ليس مكانا للسكن. طيب إذا فرض جدلي الناس دي بتجدد كل سنة، كنت هاجي أقول له أنا برضو هشيلك لأنه النيل غير مكان للسكن، غير مكان للسكن، كنت هسيبه. لا طبعا. كنت هسيبه. أو كنت على الأقل هعمل التصرف اللي بتعمله الدولة مع أي حد له اللي هو قانوني. أيوة. اللي هو إن هبتدي أدرس حالة حالة وأجيبه وأشوف إزاي أقدر أعوضه لو الدولة ليها اتجاه تاني. طيب. لكن هو أصلاً شخص مخالف للقانون. حلو خالص، يبقى أنا عايز معلش هشيل بقى خالص كده من الجملة إنه النيل ليس مكاناً للسكن. أنا هوصل إلى الشق القانوني. يا جماعة الناس ما بتجددش التراخيص بتاعتها بقالها 11 سنة، العائمات أصبحت حالتها من السوء إنه هتغرق وتقع على وتغرق اصحابها معاها، صح كده؟ بالظبط. يبقى الوضع القانوني والوضع الحمائي. وضيف تاني، حتى لو الحاله بتاعتها بتاعت النهارده مش هتغرق الناس بتاعتها، او ما تغرق او الناس بتاعتها. أيوة. وضعها مستقر، هي غير قانونيه وغير مرخصه. طيب. فانا ما عنديش ضوابط امنه وسلامه على التلوث، ما عنديش ضوابط امنه وسلامه ايه بيحصل جوه النهارده، لان هو عشان ياخد الرخصه
لازم بيحصل عملية فحص للجسم طبعًا. العائمة وللمرسى. طبعًا. فأنا النهاردة مش عارف، النهاردة سيادتك أنت يعني على فكرة كلمة عائمة سكنية، احنا 32 عائمة، كان في على الأقل على الأقل مش عايز أقول أعداد يعني تؤخذ، لكن على الأقل 80% منهم لا علاقة ليه بالسكن. ماشي. أنا عندي برضو استفسار، إنه إذا افترضنا إنه أو يعني أنا متأكد إنه أكيد حضراتكم درستم الوضع الإنشائي بتاع هذه العائمات ووضعها في مسألة وصول مية الشرب والصرف الصحي الخارج منها، وصول الكهرباء عامل إزاي إلى آخره. إذا افترضنا إنه في عائمات ممكن يتم إصلاحها أو إنها يعني مش قابلة للانهيار أو الغرق ويتم صيانتها وإصلاحها، ومسألة الصرف الصحي والمية والكهرباء تتظبط تقنيا بشكل كامل، هل من الوارد أنه يتم دفع الغرامات المستحقة عن تأخير 10 أو 11 سنة على أن يظل القاطنين في مكانهم أو الساكنين في لا مكانهم؟ لا ده مش وارد. ليه؟ في بعدين في الموضوع، لما بنطبق لما نلاقي منطقة مخالفة الدولة بتعيد هيكلة المنطقة دي بالكامل بدون ضوابط جديدة للمنفعة العامة، يعني كورنيش بتتعمل حاجة لكل المواطنين. فالنهاردة أنا لما برفع العائمات المخالفة ما بجيش أقول للمخالف أنا ممكن أرجعك تاني لو قننت وضعك، لأن في أماكن لا يجوز فيها التقنين تاني. كويس. لأن أنا النهاردة الدولة وضعت رؤية جديدة، هتضع رؤية جديدة للمنطقة حلو. بالكامل. فالنهاردة لما لقيت في منطقة عندي من كوبري إمبابة لحد كوبري 15 مايو أيوه. فيها عدد 32 عائمة متهالكة سكنية أو غير سكنية كمان، يعني في أربعة تاني إحنا برضو دخلنا هندخل عليهم بكرة نشاطات تجارية وترفيهية وما إلى ذلك، وكلها مخالفة. آه. كلها مخالفة برضو القوانين، يعني إحنا بنتكلم عن مخالفة صريحة للقانون زي ما حضرتك قلت، عشان أنت دايما عارف إجاباتي بتبقى مباشرة. كويس. أنا بتحدث عن الناس خلفت القانون، فالدولة بتطبق القانون على الناس اللي خلفت بعد إعطاء المهل أكثر من المطلوب. طيب، قد يكون السؤال القادم جزء من إجابته ليست في نطاق عملكم، ألا وهو إحنا لما بنيجي بنزيل بعض المباني لأجل توسعة محاور وما إلى ذلك، فالرئيس أكتر من مرة وجه بأنه واحد لازم يا جماعة نراعي البعد الاجتماعي، فإذا كانت هناك تعويضات يجب أن تكون تعويضات عادلة إذا كانت في الشق مالي أو في شق إيجاد سكن بديل. هل إحنا وإحنا بندرس حالة هذه العائمات راعينا البعد الاجتماعي وهنشوف إذا كان هناك تعويض ما نتيجة الإزالة أو إذا كان هناك سكن بديل؟ لأن أنا برضو بتكلم على أسر، فأنا دلوقتي أصبح في عندي سؤال، هي الناس دي لما إحنا هنشيل العائمات هيروحوا فين يا ترى؟ هل ترى؟ تمام. أنا بأكد لحضرتك أن الـ 32 حالة درسوا، حالة وحيدة هي اللي ظهرت فيها البعد الاجتماعي السيدة الكبيرة. نعم. السيدة الكبيرة بعد دراسة كل أجهزة الدولة، مش وزارة الري، ده مش شغلانتنا احنا، لكن أنا في اللجنة وعارف كل اللي بيحصل فيها. برئاسة وزير العدل شخصيا، وزير العدل شخصيا بيتابع الأمر بنفسه، بيقعد معانا بنفسه في اللجان، مش بس مع السيد أمين سر اللجنة اللي هو المستشار الفاضل اللي بيتابع معانا على الأرض، بيتابع كل حالة بنفسها. فهي حالة واحدة ودي فعلا كلنا نادينا بيها ووصل صوتنا لأعلى الجهات وبتراعى دلوقتي وأنا حضرتك بنتكلم فيها. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، وانا احب اخد المثل اللي حضرتك قلته عشان اوضح الفرق بين العائمات وبين اي حاجة تاني في المباني اللي على الارض. حتى في قانون التعويضات لما باجي ازيد عشان محاور او عشان حاجة، اول نقطة بتأكد منها ان يكون الشخص على ارض املاك خاص. في فرق بين ان الارض دي بتاعتي، في فرق بين ان انا ببني المبنى على ارض على املاك دولة، صح؟ اظن ده فرق واضح، ان انا عندي ارض املاك خاصة ببني عليها مبنى بفلوسي، وارض تانية املاك دوله وانا تعديت عليها وبنيت حاجه بفلوسي برضه. العائمه السكنيه في مياه نهر النيل، ومياه نهر النيل ملكيه عامه وليست ملكيه خاصه. طيب انا هقطع حضرتك معلش علشان هنا في لبس. لا يا فندم، لما بتبقى الحاجه حتى املاك دوله، واغلب المناطق العشوائيه الخطره هي املاك دوله بالاساس وتم البناء عليها بشكل عشوائي في مناطق خطره، الدوله لما خدت القرار بتاع ازاله هذه المناطق ما قالت لهمش دي أملاككم الخاصة ولا أملاك الدولة، لأن هي أملاك الدولة، وتم نقلهم إلى أماكن أخرى بمعرفة الدولة زي الأسمرات على سبيل المثال لا الحصر. حي حضرتك جدا. البعد الوحيد اللي زايد في الموضوع إن الناس دي ليس لها مأوى آخر، في بعد اجتماعي في الموضوع. أيوة. صح؟ حلو إحنا قلنا الحالة الوحيدة اللي فيها بعد اجتماعي تم مراعاتها.
يعني حضراتكم في اللجنة متأكدين أن بقية الحالات لهم أماكن أخرى يستطيعوا الحصول فيها على سكن لائق خاص؟ يعني ما يبقاش رايح يقعد عند ابن عمه وعند بنت خالته عندهم مش, مش 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 هيحصل على هو عنده فعلا عنده طبعا. طيب والحالات دي مش انا مش بنزلها كوزارة الري برضه, انا عارف لجنة أجهزة لجان من المحليات مع الشرطه مع التحريات المباني مع كل الجهات. انا بقول الكلام ده ليه يا باشمهندس؟ علشان تبقى المساله واضحه قدام الناس حتى لا يتقول احد او يؤول الكلام في غير مواضعه. ان يوسف انا اللي بقوله انه عشان تبقى الصوره واضحه امام المجتمع والراي العام. حضرتك عارف كويس زي ما انا عارف وغيرنا عارفين احنا في شويه عيال من الاخر كده ولا بلاش مش تمام قاعدين مستنيين للسقطه واللقطه. هدوا العوامات, الناس هتترمي في الشوارع, هيعملوا هيسووا. فانا بسال عشان اسمع الاجوبه اللي في النهايه خالص ترضي العقول والضمائر. هقول لحضرتك على حاجه تريح حضرتك جدا. قول لي يا فندم. ثلاثه كانوا بيدخلوا مستشار ولواء شرطه ولواء جيش وانا ندخل حاله حاله. حلو. وبنستلم المكان وبنطمن بنفسنا. الناس قعدنا معاهم في الوزاره عند وزاره الري عندنا, وقعدنا معاهم في وزاره العدل جلسات بتستمر فوق ال 12 ساعه عشان ندرس الحالات. امبارح قاعدين فوق الثمان ساعات في وزاره العدل قبل ما نبتدي نتحرك النهارده على الارض. كل التوجهات ومتابعه من كل اجهزه الدوله برئاسه وزاره العدل ووزير العدل شخصيا بيدرس حاله حاله ملف ملف. ده باكده لحضرتك بصدق. في الاخر اكتشفنا ان هي حاله واحده اللي صعدناها لاجهزه الدوله. انما يا جماعه الحاله دي محتاجين نظره, والحاله دي اخذت نظره من اعلى سلطه في الدوله. طيب خلاص وعين الاعتبار. انا كده في التمام زي ما حضرتك قلت. لازم طبعا يصور الموضوع في شكل عشان ياخد البروباغندا الاعلاميه لاسباب حضرتك عارفها وانا عارفها والناس كلها عارفاها وانها بعض البرامج لوجود طيارات معينه. لكن احنا كنا حريصين على عدم الاحتكاك, حريصين على عدم ان يبقى في اي اثاره. النهارده كنا في منتهى الاحترام مع الناس. الناس اللي اخذت النهارده طوعيه خمسه منهم الناس اللي كانت بتسير, لان لما لقت الامر ما فيهوش اي قله احترام تجاوبت. النهارده الخمسه اللي زلناهم مش طوعيه, كانت حالات متهالكه. الناس قالت انا لو زلتها ودفعت فلوسها انا مش هلاقي, وفي صورها عند حضرتك. أيوة اصلا واحنا بنحركها كنا بنحركها بتقنيات عشان ما تغرقش, عشان ما تغرقش طبعا وتسد المجرى طبعا. اه بالظبط. ده تحركها خساره, يعني المعدات اللي بتسحبها اغلى منها. صحيح. انا عارف. عايز اقول لحضرتك ان احنا النهارده وامبارح ولينا من يوم 6/6 بندرس حاله حاله بمنتهى اليقين. ايه مصلحتنا استاذ يوسف؟ ده اخر سؤال اساله. اتفضل يا فندم. ايه مصلحتي النهارده وانا مواطن وحضرتك مواطن, ان انا اظلم مواطن تاني؟ لا مفيش مصلحه. يعني أبداً. هنظلم ليه أبداً. يعني هنظلم ليه؟ ايه المصلحه؟ مين اللي ليه اغراض؟ ابدا. مش جهه واحده بتتعامل, دي جهات مختلفه تحت رئاسه وزاره العداله باكده من خلال برنامج حضرتك. الدوله عندما تضع استراتيجيات في الجمهوريه الجديده بتضع استراتيجيات من العدل والرحمه المتوازي باذن الله اللي حقيقي بيتطبق على الارض مش شعره. باذن الله. انا بشكرك جدا يا باشمهندس, كل الشكر للمهندس ايمن انور رئيس الاداره المركزيه لحمايه نهر النيل.